GFX Academy. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ في شرح شابتر جديد وهو الانفيرس كيناماتكس. الانفيرس ده نظام بيشتغل مع البونز او نظام التحريك بالعظام داخل الفلاش سي اس 5.5. هو الحاجات دي دايما بيبقى موجودة في ال 3 دي، بس هو الفلاش بصراحة الشركة مشكورة انها بدأت تسمع لطلبات الناس وبدأت تعمل النظام اللي هم عايزينه. أول ناس كتير اشتغلين في الكرتون وكده، هم طلبوا نظام البونز عشان يسهل شوية التحريك للحاجات الخفيفة والبسيطة، مش تحريك معقد طبعا داخل النظام ده. النظام ده مختص بتحريك الكرتون أو تحريك الأوبجكتات وربطها مع بعض بحيث ان تعمل علاقة مع بعض زي ما هنشوف دلوقتي. أنا عندي دلوقتي بادي هيومن بادي زي ده، يعني جسم انسان زي ده، عايز ابدا اعمل له تحريك بسيط خالص بحيث ان احرك الايد والرجل والكلام ده كله، طبعا بالطريقه اللي احنا عارفينها او كنا نوهنا عنها قبل كده. قلنا التحريك بيبقى فريم باي فريم عن طريق الرسم كله، وده يبقى اقوى حاجه فعلا، بس عايزه ناس بتكون بتعرف ترسم كويس، وعايزه ستوري بورد، وعايزه شويه حاجات كده ضمن افلام الكرتون. النظام ده هيوفر لنا اللي احنا ممكن اي حد يحرك اي حاجه، بس بسيط، تحريك بسيط مش معقد. هنيجي على البادي ده وهنفتحه بالشكل ده. اقول لك اول حاجه البون اهي دي، لو ضغطت ضغطه كبيره هتلاقي بند تولز وبون تول. انا عايز البون تول دي، بضغط عليها ضغطه وبعدين باجي عايز اربط مثلا الراس بالصدر، بروح جاي عامل كده بيرسم لي بون بالشكل ده. طب ما هي فين البون؟ طب ما هي بتتشال اهي. اقول لك لا، ده خد بالك ان ده كله اوبجكت واحد بس او موف كليب واحد بس، هي بتشتغل على فكره مع الموف كليبس فقط، ما بتشتغلش مع الجرافيكس سيمبلز، او ما بتشتغلش كمان على الشيب سيمبلز او البوتون سيمبلز. فانا عشان اشتغل جواها لازم اكون عندي كذا اوبشن، بضغط دبل كليك جوه هلاقي شويه ليارات هنا، وكل لير وكل جزء من هنا متقسم زي ما انت شايف كده لموف كليب. كده اقدر اظبط البونز بالشكل كده، اقدر اظبط او اربط البونز بالشكل. الهيومن تربيط الهيومن بادي مختلف شويه عن تربيط العظام باي حاجه تانية. الهيومن بادي دايما دايما بيبدأ من منطقة المنتصف أو منطقة ارتكاز الجسم هنا بالشكل ده، من هنا من النص من الوسط كده. ودايما نظام البونز أو تربيط العظام دايما بيبقى من البيرنت للتشايلد. يعني إيه ترجمة؟ البيرنت يعني الأب، والتشايلد يعني الابن. الأب يعني إيه والابن يعني إيه؟ أقول لك، يعني الكتف ده ممكن يحرك إيه؟ عظمة الكتف دي لما تيجي تحرك ايدك ايه اللي بيتحرك؟ لما تيجي تحرك ايدك بقول لك اللي بيتحكم في الايد دي كلها الكتف، واللي بيتحكم في الكوع او في الايد دي كلها مثلا الفور ارم دي او الساعد واليد هو الكوع. لما احرك الكوع الاتنين دول بيتحركوا، لكن لما بحرك اليد الكوع ما بيتحركش. يبقى مين الاب ومين التشايلد؟ يبقى الاب اللي هو بيحرك المأثر على اللي بعده، والتشايلد اللي هو المتأثر عليه. يعني الأب الكتف والتشايلد كل الذراع ده. الأب هو الجزء ده، واللي بعديه هو ده اللي بيحرك كل ده، وبعدين الجزء ده هو اللي بيحرك كل ده، وهكذا. فاحنا لما نيجي نربط العظام هنربطها بالطريقة دي ازاي؟ هاجي بضغط زد واعمل زوم، تعال نربط كده الايد ونشوفها عاملة ازاي. هناخد الاول من الاول بقى، تعال نربط منطقة الصدر بالايد. اختار البنتول وتعال اعمل زاوية ارتكاز هنا او محور ارتكاز هنا، وروح جاي مثلا هو دي ايه في البادي، تمام، وروح جاي
رابط دي مع عظمة الكتف ده، بس الزاوية اللي هتلف هي اللي عليها الحتة المدورة دي. بسيب بضغط تاني واروح على الكوع، بسيب بضغط تاني بروح على الايد. طب هل يا ترى ده صح؟ تعال نشوف. انا مسكت السليكشن تول عادي، همسك بقى هنا هتبص تلاقي في علامة عظمة هنا، يعني في حاجة متربطة ببعض. ده هنا الموضوع غريب شوية. تعالى كده تاني، احنا عايزين الدراع ده نقفل كله، نيجي على الرايت ارم، نيجي على البان، هنمسك ده وهنروح ماسكينه هنا في الحتة دي وسايبين. ليه؟ عشان ده يتحكم في الدراع من اوله، وبعدين لغاية المفصل، واسيب وامسك بالشكل ده اهو، اروح على السليكشن تول وامسك الايد بقت بالشكل ده، شايف؟ جميل. يبقى انا اتحكمت فيها بسرعة، انزلها تحت كده مثلا، هقفل بقى اللير دي. خد بالك ان في لير، اللير دي كان كلها ايه؟ الاوبجكتات اللي هي مين؟ الموفي كليبس، اللي هي عبارة عن اجزاء الارم بتاع او اجزاء الدراع بتاعي. لما جيت ربطت بالبون راح جاي واخد كل الاوبجكت دي وراح عاملها في لير تانية. وخد بالك ان بص هنا هتلاقي هنا لو جيت خدت مسافة في 5 هتبص تلاقي اللير اللي فيها البون خضراء، خضراء بالشكل ده، بتاخد نفس مواصفات الموشن توين. تمام، يبقى اللير دي خلصت، اللير دي خلاص بقى مسميها كنترول سي، وراح جاي لفوق كده كنترول في، وهتلاقي دايما هنا علامة واحد بيجري كده، يبقى ده لير فيها عظم، مش محتاج دي. هاجي على اللير اللي تحتها الرايت ليج، تعال نشوف الليج هتبقى ازاي. نفس الطريقة بالظبط، بون همسك دي، وهنا في النص بالظبط كده وامسك دي واروح منزلها تحت. اتربطت، اروح على السليكشن تول وامسك، بص الاقي الرجل بقت ممسوكه بالشكل ده. نفس الحكايه بالظبط مع جميع الأجزاء، هسيبها لك أنت تطبق على الجسم عشان تستفيد من الموضوع ده. تمام، طيب خلينا بقى نربط حاجة تانية، نوع تاني، نجيب فيت ويندو، نقفل ده، وتعال نشوف الأخيرة دي في الآخر. تعال نشوف أخينا ده بيلعب حديد، تعال شوف هيعمل ايه. ده هسميه الارم، عبارة عن اتنين اهم. طبعا ده خليه ده فلير لوحدها البادي، وخليت الارم الفور ارم اللي هو الساعد واليد او الدمبل في لير واحدة عشان اظبطهم وامسكهم ببون. برضو نفس الحكاية، بمسك البون واروح جاي من هنا عند الكوع واروح جاي اعمل كده. تعالى اختار الدمبل وابدأ حرك بالشكل ده اهو، كده بتحرك اهو، مش مشكلة خالص. ممكن اعمل انيميشن، ممكن تعمل انيميشن، ما فيش عندك اي مشكلة. طيب خلينا هنا، والبداية او مثلا يروح نازل عند الفريم 20 وروح نازل كده مثلا.
يبقى انت عملت انيميشن بالشكل ده. طيب تعالى نشوف بقى الموضوع ازاي من اوله. ده هنا مش عايزينها خلاص، وروح جايب هنا بوي ارم، واروح مثلا رايح على البنت الولد. انا بحاول كل ده بجيب لك الموضوع كله من اوله عشان اعلى استفادة تستفيدها معي. عندك الاوبجكت ده هو عبارة عن جروب، فانا هروح اعمل له كنترول بي بريك ابارت عشان احوله لمين، لشيب بالشكل ده. انا عايز بس احرك مثلا دراع البنت او رجل البنت، تمام؟ فانا عايز بس الرجل او الدراع هو اللي يتحرك، فمش لازم اعمل كل الاوبجكت عظمة مثلا وكده، لا انا عايز بس الجزء اللي هيتحرك هو ده اللي هعمله عظمة. وليكن الايد دي، الايد دي خلاص، الايد اللي على الشمال. هنروح جايبين مثلا اللاسو تول، نروح مختارين ايد كده كلها، ونروح عاملينها F8 دي كيبورد، واقول لها اقول مثلا جيرل ارم. يبقى انا فصلتها في موفي كليب كلها. طبعا عايزه كمان موفي كليب، يعني الدراع ده هيبقى موفي كليب اللي هو الدراع من فوق، بعد كده الساعد موفي كليب، وبعدها الايد كمان موفي كليب. فهنروح جايين واخدين المنطقه بتاعه الساعد وفصلنها لوحدها موفي كليب. اللاسو تول واطلع بره، واروح جاي حاططها كده، واقول له تعالى نفصلها دي كمان. فصلت اهو، يبقى جزء 2 3، وده هنقول مثلا جير فور ارم، وبعدين ده هنقول له جير هاند. ونروح جاي مركبين ده في مكانه وده في مكانه. طبعا انت بقيت عارف الشورت كات دي خلاص، يعني انا بعمل دلوقتي كنترول زائد وكنترول ناقص عشان بعمل زوم ان وزوم اوت وزوم اوت. خلاص بقى عندي 3 اهم، 1 2 3 كده. ممكن من نوع الموف كليب اقدر بقى خلاص من البون تول. وخد بالك ان هما فلير واحده، خد بالك ان هما فلير واحده. تروح جاي واخد دي مثلا كده، طبعا بون تول كبيره جدا كده، تاني هنا البون، من هنا هنربط من هنا كده، نروح هناك عند الساعد ونربط ونعمل له كده. زي ما انت شايف هنا الدراع بدأ يتحرك بالطريقة دي. يبقى عندي مثلا هنعمل انيميشن، هنعمل تيست كده، ماشي. هو الدراع انت شايفه يعني مقطع شوية، تمام؟ عشان كده دايما هي ده عيب في الفلاش ونظام البوند، بيقطع الشيبس بالشكل ده. عشان كده لازم تبقى الحركه بسيطه. عشان كده في اول المحاضره او في اول ما اتكلمت قلت لك تحريك اجزاء بسيطه، يعني حاجات بسيطه خالص
تقدر تحركها بكل سهولة يعني. تمام، فاحنا هنعمل انيميشن خفيف خالص خالص بطريقة ما يبانش يعني على قدر الإمكان موضوع التقطيع ده. خلينا نعمل لها روتيشن كده. نمسك العظمة نفسها وتعمل نعمل بقى مثلا، نيجي هنا ونقول له كليك يمين، نقول له انسيرت بوز. انسيرت بوز ده يعني بوز ده يعني شكل للجسم او شكل للحاجه اللي انت عايز تعملها. فهنا احنا هنعمل نفس البوز، انسيرت بوز، تمام. ونيجي هنا مثلا نقول له خد لي ده، حطها لي فوق شوية. حاجة بسيطة كده. طبعا التقطيع ده يعني دي طبعا مشكلة وده عيب فعلا في الفلاش، هما بيطوروه. برنامج الانمي هو متخصص اكتر في تحويل الصور لحركة بنظام البونز، بس ما بيقطعش الكلام ده يعني. كل برنامج طبعا وبيتميز بشيء معين، لان الانمي اصلا هو برنامج للكرتون فقط، انما الفلاش متعدد الاستخدامات وحاجات كتير. بس الشركة بدأت تطور فيه وتحط الناس طلبات الناس اللي هم عايزينه من البرنامج. تمام، فاحنا خدنا الاتنين دول واجي اروح بقى ايه نظهر كله كده. ده النظام بتاع الحركة كله. طبعا ممكن تحرك الجسم بقى زي ما انت عايز، مفيش مشكلة خالص. الفيديو الجاي هقدر اشرح معاك بقى الخواص بتاعة البونز من جوه، وازاي اقدر اضيف عليه حركات اكتر من كده وافكتات.